السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. معكم مستر محمود زهران، والنهاردة بنكمل سلسلة النطق الصحيح، إزاي نقدر ننطق كلمات بطريقة صحيحة بكل سهولة ويسر. في كلمات كتير جدا عندنا بيكون في آخرها الحرفين دول، اللي هو حرف L E. حرف إيه؟ L E. حرف ال L E، الاي طبعا زي ما كنا قلنا فيديوهات قبل كده ان حرف الاي في اخر الكلمه بيبقى سايلنت، يعني ما يتنطقش. طيب حرف ال بقى، ال هضم اللي قبلها، يبقى في الكلمات اللي بتنتهي ب ال اي هضم الحرف اللي قبل. تعالوا نشوف امثله كتير قوي عندنا في كلمات في اخرها حرف ال اي، زي كلمه ابل. ما اقولش ابل، لا، اسمها ايه؟ ابل. يبقى انا ضميت ايه؟ ضميت الحرف اللي قبل ال اللي هو حرف البي، ابل. طبعا ابل يعني تفاح زي ما انتم عارفين. بعد كده عندنا كاندل. كاندل، كاندل يعني شمع. نقول تاني مع بعض، كاندل يعني شمع. طيب بعد كده عندنا سادل. عندنا ايه؟ ها، سادل اسمها ايه؟ اجين، سادل. سادل اللي هو ايه؟ سرج الحصان. طيب عندنا بعد كده الكلمه دي اسمها ايه؟ بودل. اسمها ايه؟ بودل. بودل اللي هي الزجاجه. وحرف التي طبعا في الانجليش بيبقى اشبه نطقه زي الدي، بس بيبقى ايه؟ مخفف شويه. اسمه ايه؟ بودل اجين، يبقى زجاجه يعني بودل. بعد كده عندنا نودل. نودل اللي هي الشعريه. اسمها ايه؟ نودل. عملت انا ايه؟ ها، ضميت الحرف اللي قبل ال اللي هو حرف الدي، فقلت ايه؟ قلت نودل. تمام. طيب بعد كده عندنا كادل. كادل اللي هي الماشيه، الماشيه زي الابقار والارنام والكلام ده كله، يبقى اسمها ايه؟ كادل. طيب بعد كده عندنا ليدل. اسمها ايه؟ ليدل. ليدل يعني قليل. هاندل. هاندل، هاندل يعني مقبض، اي ايد بتاعت اي شيء اسمها هاندل. تمام. بعد كده عندنا بيدل. اجين اسمها ايه؟ بيدل. بيدل اللي هي الخنفساء. نقولهم تاني كده مع بعض، واحده واحده، وهنعرف ننطق صح وبصوره صحيحه. نقول تاني كده مع بعض، وحاولوا ايه تنطقوا معايا. ابل، ابل. كاندل again، candle. saddle اسمها ايه تاني؟ saddle. بعد كده عندنا bottle. اسمها ايه؟ bottle. noddle again، noddle. بعد كده عندنا kettle. kettle. بعدين little again، اسمها ايه تاني؟ little. برافو عليك. بعد كده عندنا هاندل. اسمها ايه؟ هاندل. وبعد كده عندنا بيدل. بيدل اللي هي ايه؟ المخنفسات. طيب يبقى عرفنا كده ان حرف ال اي او اي كلمه بتنتهي ب ال اي، ها، بعمل ايه؟ بضم اللي قبل الايه؟ ال. طيب في عندنا كلمات تانية بيبقى في نص الكلمه حرف الاي وفي اخر الكلمه حرف اي. نقول تاني كده مع بعض، واحدة واحدة، عشان ايه؟ نعرف ننطق صح. ها، في كلمات بيبقى في نص الكلمة حرف الاي وفي اخر الكلمة حرف ايه؟ اي. الاي لو جت في نص الكلمة وفي اخر الكلمة ايه؟ هنطق الاي زي ما هي اي. واللي عايز يعرف برضو نطق الحروف كلها يرجع كده لأول فيديو، فيديو نطق الحروف مشروح فيه بالكامل. يبقى حرف الاي لما تيجي في نص الكلمة، قول تاني اهوت، وفي آخر الكلمة إيه؟ أنطق الآي زي ما هي آي، زي كلمة كايت. كايت يعني إيه؟ طيارة، طائرة، ورق. بعد كده عندنا بايت اللي هي بمعنى يعض. اسمها إيه تاني؟ بايت بمعنى إيه؟ يعض. بعد كده عندنا، ها؟ أنتوا بقى اللي هتقرأوا معايا. سايد. برافو عليك. سايد، سايد يعني جانب. سايد يعني ايه؟ جانب. طيب عندنا بعد كده
هايد 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 بمعنى ايه؟ يختبئ. هايد بمعنى يختبئ. رايد رايد بمعنى ايه؟ يركب. رايد يركب. عندنا بعد كده ها انتوا لو تقراوا كده حاول معايا، قلنا حرف الاي هيتنطق زي ما هو اي، يعني اقول له اي، يعني اقول ساي ما اقولش سي، اقول ايه؟ ساي، يبقى اسمها سايت. وطبعا حرف الاي في اخر الكلمه سايلنت ما يتنطقش، تمام؟ يبقى اسمها ايه؟ سايت. جميل. سايت اللي هو ايه؟ الموقع الالكتروني. بعد كده عندنا ها وايد، اجين وايد، وايد يعني عريض، وايد يعني عريض. عندنا بعد كده ها حاولوا تقراوا بقى الكلمه ديت، عندنا اف اي دي اي، الاي برضو هتتنطق زي ما هي اي، ليه؟ عشان في اخر الكلمه حرف اي، يبقى اسمها ها فايد. اسمها ايه؟ فايد. فايد يعني اخلاص. وبعد كده عندنا الكلمه ديت ها الكلمه ديت فيها حاجتين للنطق، حرف الاي في النص وفي اخره اي، وكمان عندنا فيها ال اي، واحنا لسه واخدين دلوقتي ال اي بضم اللي قبلها، يبقى تتنطق ايه؟ فايل. اسمها ايه؟ فايل. برافو عليك. فايل اللي هو ايه؟ ملف، ما اسموش فايل، اسمه فايل. جميل. اجين نقول كده تاني مع بعض، كايت بايت سايد هايد رايد سايت وايد فايد. وبعد كده عندنا فايل، اجين مره كمان، كايت بايت سايد هايد رايد سايت وايد فايد واخر كلمه فايل. تمام. طيب امال بقى لو احنا عندنا ان حرف الاي جه في نص الكلمه بس ما فيش في اخر الكلمه ايه؟ في نص الكلمه حرف اي لكن ما فيش ايه في اخر الكلمه، انطق الاي اي كانه ايه بالظبط، يعني كانه كسره. تمام. يعني دي كلمه احنا قلناها ايه؟ كايت. برافو عليك. لكن دي هتتنطق تبقى كيت. خدوا بالكم ايه فرق بين النطق، شوف حرف الاي بيغير نطق الكلمه تماما. يبقى عندنا دي اسمها كايت لكن دي اسمها كيت. كيت يعني العده، الادوات والعده. طيب بايت، مش دي كانت بايت؟ طيب لو احنا هنا شلنا الاي، مفيش اي في الكلمه ديت، يبقى هنطق الاي كانه حرف الاي كانها كسره، زي اقول بيت، يبقى نطقها ايه؟ بيت. برافو عليك. يبقى كيت بيت. بيت يعني ايه؟ عضه او القدمه. معايا؟ طيب بعد كده عندنا نت، اسمها ايه؟ نت. نت يعني ايه؟ احمق. عندنا بعد كده هيد، اسمها ايه؟ هيد. خدوا بالكم ان دي كانت اسمها هايد عشان كان في الاخر ايه، لكن دي مفيش ايه، فيبقى نطقها الصح ايه؟ هيد. دي هايد ودي ايه؟ هيد. اعرفوا الفرق بين الكلمات. طيب بعد كده عندنا كلمه ها ار اي بي، يبقى اسمها ريب. اسمها ايه؟ ريب بمعنى ضلع. بعد كده عندنا ها خدوا بالكم من حاجه برضو، الكلمتين دول زي بعض، احنا قلنا على دي اسمها ها حد فاكر؟ برافو عليكم. اسمها ايه؟ سايت. تمام. لكن ديت لما شلنا الاي بقت اسمها ايه؟ ست. بقى اسمها ايه؟ ست. جميل جدا. ست بمعنى ايه؟ يجلس. طيب بي اي تي، بي اي تي انطقها ازاي؟ اقولها ايه؟ بيت. برافو عليك. بيت يعني نواة الثمرة، النواة اللي موجودة جوه الثمرة اقول عليها ايه؟ اقول عليها بيت. تمام. طيب بعد كده عندنا فت، اف اي تي، فت. فت يعني لائق بدنيا، قوي، او بمعنى يناسب. بعد كده عندنا اف اي ال ال، يبقى اسمها فيل. اسمها ايه؟ فيل يعني يملأ.
لكن دي احنا قلنا اف اي ال اي يبقى اسمها ايه؟ فايل، يبقى اسمها ايه؟ فايل. دي مفيش اي في الاخر، يبقى اسمها ننطقها النطق الصحيح بتاعها فيل. تمام؟ لو قلنا كده مع بعض كيت، ها بيت، نت، هيد، ريد، سيت، بيت، فيت، فيل. اجين مره كمان كيت، بيت، نت، هيد، ريد، سيت، بيت، فيت، فيل. واخر فيديو، اتمنى تكونوا انتم استفدتم، وحاولوا تشيروا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن عشان الكل يستفاد. شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.